السلام عليكم ونهاركم مبروك اعزائي المشاهدين، وكل يوم انتم بخير ان شاء الله وصحه رمضانكم. اليوم عندنا العرايش بطريقه سهله وبسيطه، والمقادير كما راكم تشوفوا راها امامنا. المقادير تاعي انا هذه هي، واللي يحب يزيد في المقادير يشوف الكيل اللي يكون كبير، ولا تبدلوا غير الكيل اللي تكيلوا به. يعني انا عندي هذا الكيسان تاع 240 ملل. عندي هنايا كاس نتاع الزيت وكاس نتاع الزبده. انا هني دائما نخدم بلابيل مارغارين لابيل، هني ذوبتها وراها بارده. وعندي كاس تاع الحليب اللي رايحه نزيد نكمل نعمرو بالماء زهر، يعني نسيت ما جبتوش، دوك نزيد نكملو بالماء زهر. بسم الله هكذا هني زدت كملتو بالماء زهر. وعندي واحد القرصه نتاع الملح، وعندي لافاني. نخلطو هاد المقادير تاعنا السائله كامل، نزيدو الحليب تاعنا والماء زهر، الرشة تاع الملح، لافاني. أنا اليوم ما عنديش لافاني تاع الباكي، هاديك تجيني شوية مليحة. نخلطوهم ونجيبو الفرينة تاعنا اللي راها مغربلة زوج مرات. طبعا الفرينة لازم تكون من نوع جيد. هاد العرايش اليوم رايحين نديروهم بالكاوكاو، لكن واش من كاوكاو، روعة، مخدوم روعة. الذوق تاعه والمنظر والبنة تحسبوه لوز، ما تحسبوش كاوكاو، لأن الكاوكاو في الأول يتخدم. بسم الله نحطو الفرينة على حساب الخليط نتاع السوائل اللي درنا. دوك من بعد ندخل يدي باش نعرف نتحكم في العجينة. انا درك هنايا رايحه نستعمل يدي باش نتحكم في العجينة، نعرف القوام نتاعها بالضبط. وسمحوا لي ما قلت لكمش في الاول في المقادير، انايا هنايا العجينة تاعي نحطها بلا سكر، لان دائما عندي الكاطو تاعي يجي روعه. حنايا نحبو هكذا يجي بمذاق مليح، نقصوا السكر. لكن اللي يحبوا الحلاوه في العجينه يزيدوا في المقادير هذيك زوج مغارف كبار تاع الاكل تاع السكر. بسم الله القوام تاع العجينه اللي مولفتها هذه هي، ما نديروهاش يابسه وما نديروهاش مطلوقه جاريه بزاف. هذا هو لان راح نخليوها تريح. واش هي الخدمه تاعها العجينه باش نطمنوا عليها بلي تخرج لنا مليحه؟ نخدموها هكذا بيدنا. هذوك السوائل لازم ينحكموا مليح في العجينه، ما نعجنوهاش لكن غير ندوروا هكذا حتى العجينه تولي لينه، تولي رطبه في يدينا. راني غير ندور ونخلط من فوق للتحت. راح نخليها في واحد البلاستيك ونخليها تريح في خاطرها هكذا. نخليوها تريح. عندي انا بنفس العبر اللي عبرت به هذوك السوائل نعبر به الكاوكاو نتاعي. عندي ثلاثة تاع العبر بن هذا، راني حاطه هنايا زوج تاع العبر تاع الكاوكاو وهذا الثالث. لكن شوفوا الكاوكاو اللي قلت لكم كيفاش راه مخدوم، روعه، يعني تحسبوا عليه لوز، راه مرحي مليح، راكم تشوفوا رطب. لكن الخدمه تاعو واش نقول لكم، روعه. انا الكاوكاو راني حطته في القناه، اللي يحب يشوف الفيديو من الاول التالي يشوف. انا الكاوكاو كي نشريه نغسلو مليح، نغسلو حتى لثلاث مرات حتى لاربع مرات ولا اكثر، نغسلو مليح ونخليه ينشف واحد الاسبوع. وانايا كل يوم نشف فيه في الفرن، نهار الاول نقطرو مليح ونشفو، برك ما نخليوهش ينشف هكذاك في كسكاس وننساوه باش ما يغملش ولا ما يعطيناش الريحه. نخليوه غير ينشف ومن بعد نحطو كل يوم ندخلو ونخرجو للفرن، كل يوم ندخلو ونخرجو، ندخلو ونخرجو، ما نقليهش، يعني غير ندخل ونخرج حتى القشره تاعو تتنحى وحدها ويقعد على هذا، تقعد فيه واحد البنه، واحد الدوق روعه. انا عندي 3 كيلات تاع الكاوكاو،
عندي كيلة سمحوا لي ما أوريكمش، كيلة ناقصة زوج سبع سبعتين نتاع السكر، وعندي ذوق اللوز الحلو. أنا ما عنديش اليوم تاع المر، لكن موالفة نحط شوية تاع الحلو وشوية ليكستخي، هذا شوية تاع الحلو وشوية تاع المر، نخلطهم تجي واحد البنة في هذاك العقدة. وش نقول لكم، روعة روعة روعة، أنا تعجبني. وعندنا مزهر، نخلط هذا الخليط تاع العقدة هذه، نخلطها بالمزهر، نخلط مليح ونخلط بالمزهر، لكن ما نشمخوش في الأول بزاف بزاف حتى تولي لنا جارية، لأن هذا العقدة هذه رايحة نعجنها شوية بيدي هكذا باش تولي تطلق لي هذاك العلك تاع ما بين السكر والكاوكاو. ديجا الريحة واش نقول لكم، روعة الريحة راح تطلع هايلة بهاد البنة تاع اللوز. دوك نحط مزهر، بسم الله، نشمخ ونشوف بيدي باش نعرف هكذا. هاد العقدة لازم نخلوها تريح، لازم لها الوقت تريح، هذه مليحة اللي يخليها حتى ليلة كاملة. أنا غير كي راني نصور معكم قلت نصور على مرة، نخليوها على ليلة كاملة، الصباح تصبح تصبح كيما العجينة في يدنا، توالمنا كي نحبشوها ولا وتقعد رطبة. كي نخليوها طول تقعد لنا رطبة في الحبة تاع العرايش تاعنا من داخل. خلاص أنا ما زيدلهاش، رايحة غير نعجنها برك هكذا، رايحة نعجنها شوية بيدي كما راكم تشوفوها. لازم هذاك السكر حتى ما نسمعوش يتخروش هكذا. راكم تشوفوا عجنتو شويه هكذا حتى تحكم لي مليح. شوفوا كيفاش رجع لي، رجعت هذيك العقده روعه، نتحكم بها في يدي. شوفوا حتى كي نحربشها ولا دوك، هذه الطريقه اللي نخدموا بها هذه العقده، ماشي غير نخلطوها برك ونخليوها، هذه الطريقه هذه تقعد لنا رطبه. شوفوا الحربوش قاعد لي هو. دوك رايحه نخليها تريح مع العجينه، نطم نظف المكان تاعي، منا ساعه نتلاقاو ان شاء الله. هاني رجعت لكم بعد ما ارتحت لنا العجينه تاعنا. انا كنت حطيتها في الثلاجه تحت لي شويه، ودرك راني خرجتها لان ما تنساوش بلي خلط حطينا فيها الحليب، لازم كي تريح نحطوها في الثلاجه. هكذا تاعنا راني حربشتها هكذا باش تجيني سهله للخدمه. ودرك هذه العجينه رايحه نسخنها شويه بيدي، غير نحلها شويه بيدي. سيبوها خرجت هذاك شويه تاع اليدام تاعها، درك هي مازال رطبه لكن نخدمها غير شويه هكذا، نطريها ورايحه نديرها ديبولات صغار باش نوجدهم ديبولات صغار. بسم الله، على حساب واحد، كل واحد يحب على حساب واش يحب، الحبه تاع العرايش الحجم اللي يختار، كاين اللي يحبها صغيره كاين اللي يحبها شويه متوسطه كبيره كاين، انا نحبها متوسطه. دونك الكره تاع العجينه تاعي توصل تقريبا 30 غرام هكذا، كان عيني هي ميزاني. بسم الله، هذا هو. وفي الاول نسيو وحده، نسيو وحده على حسب واش نحبو، هذيك هي. بسم الله، رايحه نديرهم هكذا كويرات، نوجدهم ونديرهم كما راكم تشوفوا. كورت هذيك العجينه كامل نتاعي بالامانه، راه عطاتني 49 حبه، يعني قادرين نطلعوا بها 50 ونخدم. بسم الله، نرش غير شوية تاع الفرينة، سهلة يعني الحشو تاعنا، ونحطو هاد هذايا اللي كبرت شوية، هذه يعني كتجينا الحبة معمرة بزاف هكذا راكو تشوفو. نلاقيو هاد العجينه مع بعضها البعض، نطمو هذيك القنوته، نرجعوها مثلث ونغلقو العجينه تاعنا بالاصابع تاعنا. خلاص هذه هي، ورجعنا مثلث نقلبها، لكن رايحه نحكمها بهادو ونزير عليها هكذا، رايحه نزير عليها هكذا. لما زيرت عليها هكذا باش تعطيني الشكل تاع، ونخدمها
انا نحب الحبه تاع العرايش تاعي، نحبها رقيقه، ما نحبهاش كاين اللي تجي خشينه وكاين اللي تجي رقيقه. درك حنايا نتبع دائما نرجعها على الاصابع تاعي هكذا باش نعرف الشكل، ونخدمها من هنا من تحت شويه هكذا. درك عطاتني هذا الشكل تاع حبه تاع العرايش، نرجعها هنا باش نسقم لها الاطراف تاعها. خلاص هذه هي حبتنا تاع العرايش، ما كبيره ما صغيره هكذا. هذه هي. العرايش تاعنا كامل كملتهم في التشكيل تاعهم، ما داولش الوقت بزاف. هاني تهنيت كيما راكم تشوفوا جاوا ما شاء الله. دوك رايحه نطيب فيهم. قبل راني سبتوني كنت نثقب فيهم هكذا واحد الثقبات قبل ما نطيبهم في الفرن. والطياب تاعهم كيما راكم تشوفوا كيما نعرفوا كامل يجي دوغي، نطيبوهم من التحت ومن الفوق، ما يديوناش الوقت بزاف، ما نغفلوش عليهم برك في الفرن باش ما يبسوناش. ودوك نروحوا للطليه. انا راني رجعت دروك للطليه. الطليه هذه اللي راني موالفتها على يدي، اللي موالفه نخدم بها. عندي هنايا 6 ملاعق اكل تاع ماء زهر، وعندي هنا 6 ملاعق تاع الاكل عصير القارص، وعندي هنا 4 معالق اكل نتاع الزيت. عندي هنايا شويه تاع لافاني، وعندي هنايا حبه بياض بيض، وعندي واحد القطره ولا زوج نتاع ملون ابيض ليكيد. هذه غير باش يعاوننا في اللون. الحلوه تاعنا طابت من التحت ومن الفوق كما اللون اللي كنت حباته. وعندنا هنايا السكر نتاعنا المطحون او سكر سكري غلاس. بسم الله. دوك نحط السكر ونخلط، نحط ونخلط، ومن بعد كي نجي في نص التخلاط نستعمل يدي. بسم الله. مازال ما استعملناش هذا الليكيد، هذا البياض نستعمل غير شويه. انا هنا راني رايحه نحط له واحد القطره ولا زوج تاع ليكيد. انا هنا راني كامل نظمت هذيك الحبه تاع العرايش تاعي في قرياج، وحطيت تحته السنيوه نعوض هذيك الطليه اللي تطيح لي من تحت. وهذيك الطليه تاعي انا حطيتها في البوشات هنايا في بوشات بي باش تجيني سهله.
بعد ما كملنا الطليه نتاع العريش نتاعنا راه مازال هات تتقطرها ناشفه شويه ماشي بزاف. درك لازم قبل ما تنشف كما نقولوا 100% واحد 80% تنشف عفوا نتقب واحد بالكوردون باش نحط هاد الازهار هذه. نقص شويه منها بالمقص هكذا ونخليها هكذا رايحه نزينها كامل حتى تنشف ونزيدوا لها درك باقي لها غير الملمع تاعها حتى تنشف لنا مليح. العرايش تاعنا من بعد ما درت لهم الوريضات وخليتهم يشفوا شويه درك رايحه نحي لهم هذوك الزوائد كما نقولوا بسم الله. حطيت لهم هذوك الوريضات. عندنا هاد الزوائد تاع الطليه هذو لازم نحيوهم نحكموا الحبه تاع العريش تاعنا غير بالعقل ونحيو لها باش تجينا الخدمه نظيفه نخدموا خدمه مليحه كما راكم تشوفوا. تجينا الخدمه متحوفه. كملنا هذاك لافينيسيون تاعهم. درك عندنا هذا الملمع انا رايحه نديرهم فضي دونك درنا الطليه بيضاء حطيت غير شويه برك هنا شوفوا غير بشويه نحطو باش ما نضيعوش. وعندنا هاد الفرشاه هاد الشيته ولا هاد البونجا اللي هي تاع المكياج لكن جديده كما نشوفوا بسم الله انا تجيني مليحه بالبونجا. شوفوا كيفاش يولي لنا كيفاش ولات الحبه تاعنا سنة. ولات ما شاء الله ولات تلمع. احبائي المشاهدين العرايش نتاعنا راهم كملوا كملناهم خرجوا روعه ما شاء الله ونهديها لكم كامل كما راكم ونقول لكم وصفه واحده اخرى ان شاء الله الى كتب ربي نتلاقاو في حلوه واحده اخرى. نشوفوا كاش حبه نتاع العرايش كيفاش خرجت لنا. خرجت لنا رائعه نشوفوها مع بعض. انا اللي كيسات هذو واش عندي ما شريتش راكم تشوفوا خرجت خرجت تفتت رائعه خرجت روعة. نتمنى إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. خرجت رائعة. هذه هي حلوتنا نتاع اليوم حلوة العرايش إن شاء الله تعجبكم. وش نقول لكم أعزائي المشاهدين القدم ولا الجدد اللي يدخلوا لقناتي لأول مرة نتمنى تضغطوا على الزر الأحمر والاشتراك فيه وتفاعلوا الجرس باش يوصلكم بما كل ما هو جديد إن شاء الله. وما تنسونيش في التعليقات ديالكم طبعا هذوك التعليقات الرائعين وتبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأحباب والأصدقاء ديالكم. وشكرا بزاف ونحبكم بزاف ونتلاقاو في فرصة واحدة أخرى إن شاء الله وليلة سعيدة وصحة سحوركم.